طابت أوقاتكم، نشرة أخبار الثانية والربع من صوت لبنان مع تحيات دعاء حمصي نواليشع والمخرج رودريك نمنوم. عناوين النشرة: فضائح التلوث من مياه نهر الليطاني إلى كبيس اللفت. إحالة 7 مؤسسات إلى النيابة العامة الاستئنافية لأخذ الإجراءات اللازمة بالمخالفين والتجار الذين يوزعون مادة رودامين بي الممنوعة. ورئيس الكتائب يثير مسألة تلوث الهواء في لبنان. وزارة الاقتصاد تشتكي من عدم تعاون البلديات في مراقبة المولدات وأزمة في تصريف التفاح. حوالي 1,200,000 صندوق كدسين بالبرادات، وعم نتفاجأ أنه اليوم في تفاح أجنبي عم بفوت على الأراضي اللبنانية. ترقب للقاء بين عون والحريري واللقاء التشاوري على مواقفه. الحديدة أمام اختبار وقف إطلاق النار غدا. تسمع بيقولوا عن شخص طاير من الفرح؟ هلأ مقابل كل 200 دولار بتصرفها على بطاقات بنك بيروت بيطلع لك فرصة مش بس تطير من الفرح، تطير على البرازيل وتحضر كرنفال ريو دي جانيرو مع الشخص اللي بتختاره. العرض جاري من أول تشرين الثاني لأول كانون الثاني 2019، والسحب رح يكون على جايزتين لشخصين. ولتضاعف فرص الربح استعمل بطاقتك برات لبنان كمان. مش خبرية بتطير من الفرح؟ تطبق الشروط والأحكام. بنك بيروت معك لأبعد حدود. الحلم تحقق وهلأ صارت الكهرباء 24/24. شركة كهرباء زحلي وعدت وفيت، رح نضوي ليل نهار. مبروك لزحلي والجوار وعقبال لبنان كله. كهرباء زحلي دايما نحو الأفضل. التسويق لقرب الانفراج الحكومي ليس مربوطاً في الظاهر بتوقيت محدد، وليس مستنداً إلى مواقف نهائية للأفرقاء السياسيين التي لا تزال عرضة للأخذ والرد. وتبقى المراهنة على أن تكون الحكومة العتيدة هي العيدية بحاجة إلى خطوات تنفيذية لصيغة الحل، والتي لن يتضح مسارها قبل اللقاء المنتظر بين رئيس الجمهورية ميشيل عون والرئيس المكلف سعد الحريري. وفي انتظار خواتيم الأمور الحكومية ينفتح كل يوم ملف بيئي أو صحي أو اجتماعي يكشف هشاشة المعالجات التي يعتريها على الدوام على العدة من التأجيل حتى تضيع الحقيقة إلى غياب المعالجات الجذرية. في مسلسل الفضائح ثمة ملف مفتوح عن مجرور الرمل البيضاء لم تتضح فيه المسؤوليات بعد، وثمة ملف بيئي يسببه تلوث نهر الليطاني بالنفايات الصناعية والمياه المبتذلة التي ترميها المعامل الموجودة على الضفتين وتتعثر فيه الحلول. أما الملف الجديد فيتعلق بلقمة المواطن بعد انكشاف استعمال مادة مسببة للسرطان ممنوعة عالميا في كبيس اللفت، ولا يمكن إغفال التلوث في الهواء الذي أثاره رئيس الكتائب النائب سامي الجميل. كبيس اللفت ملف جديد برسم صحة اللبنانيين بطلته مادة الرودامين بي الممنوعة. التفاصيل مع تريز خوري. بعد مد وجزر في موضوع كبيس اللفت المسرطن حددت المسؤوليات والأماكن، وقامت وزارة الصحة العامة بإحالة المتورطين على النيابة العامة حفاظا على سلامة الناس. وزير الصحة غسان حاسباني لم يخفي في مؤتمره الصحفي في الوزارة
أسماء المؤسسات التي تقوم باستعمال مادة رودامين بي الممنوعة عالميا في كبيس اللفت. 25% من العينات التي أخذت من المصانع التي وجد لديها لفت وعددها 19 مصنع تحتوي على مادة رودامين بي. 28% من عينات اللفت تحتوي على ملونات غير رودامين بي ممنوعة أيضا. بناء على ما تقدم، عمدت وزارة الصحة العامة إلى إحالة 7 مؤسسات إلى النيابة العامة الاستئنافية لأخذ الإجراءات اللازمة بالمخالفين والتجار الذين يوزعون مادة رودامين بي الممنوعة في الصناعات الغذائية. والمؤسسات هي مؤسسة يحيى عباس في دارية قضاء الشوف، سبلاني إعادة تعبئة في المريجي قضاء بعبدة، حدائق غدق في عنجر قضاء زحلي، كونسيروا شتورة في مكسي قضاء زحلي، مؤسسة الرياشي في الزلقة قضاء المتن، معمل كبيس غصن في الخيام قضاء مرج عيون، منتوجات الضيعة في كفر عقة قضاء الكورة. حاسباني وعد المواطنين بملاحقة الفاعلين والمتورطين وقال لا يوجد غطاء سياسي على أحد ولا يوجد سقف لتحديد المسؤوليات حفاظا على الأمن الغذائي وصحة الناس. من وزارة الصحة العامة تراز الخوري، صوت لبنان. في هذا الوقت يتابع النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم تحقيقاته في الإخبار المقدم من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في تلويث معمل ميموزا للنهر، واستمع اليوم إلى خبراء من المصلحة وطلب جلب بعض المستندات من منطقة زحلي تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة. ومن المقرر أن يستمع إبراهيم أيضا في ضوء ذلك إلى صاحب معمل ميموزا رئيس بلدية قاع الريم وسام التنوري، وكان وزير الصناعة حسين الحاج حسن قد قرر إقفال المعمل مؤقتا كما أقفله إبراهيم بالشمال الأحمر إلى حين تطبيق موجبات الالتزام البيئي للمنشآت. إلى ذلك تبلغت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أول من أمس من النائب العام الاستئنافي في البقاع منيف بركات ادعاء النيابة العامة في الخامس من الشهر الماضي على 6 مصانع في قضاء بعلبك بتهمة تلويث الليطاني. والمصانع الستة هي شركة ألبان لبنان كانديا، شركة الخيرات للصناعات الغذائية سليمان جروب، مجبل باتون، شركة مرتضى للأحجار ونشر الصخور تندربول، مسلخ فروش، شركة الريف التجارية كبيس ومخللات، وشركة تبارك مربيات ومخللات. وزير البيئة طارق الخطيب عاين اليوم معمل ميموزا واجتمع إلى الإدارة التي تعهدت الالتزام بكل ما يرد في تقرير الخبير الهولندي الذي عينته وزارة البيئة للتدقيق في محطة التكرير. رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أضاء في تغريدة عبر تويتر على التلوث في لبنان مستعينا بتقرير دولي عن تلوث الهواء في أوروبا ومناطق البحر الأبيض المتوسط ولا سيما في لبنان، وعلق سائلا كم تقرير دولي عن نسب التلوث والسرطان في لبنان يجب أن يصدر قبل أن يشعروا بمدى الخطر الذي بات يتهدد صحة اللبنانيين، وأرفق التغريدة بهاشتاغ أولادنا بخطر. النائب إلياس حنكة شجب من جهته الاستلشاء الحاصل بسلامة الناس والاستهتار بالتعاطي مع تقارير المختصين والناشطين البيئيين حول موضوع سد بقعاتة، ولفت في حديث إلى برنامج نقطة على السطر من صوت لبنان إلى أن لبنان في وضع بيئي طارئ ولا أحد يتحرك حتى الآن. في استلشاء بسلامة الناس وفي استهتار بكل التقارير اللي اجت من ناس مختصين وكل الناشطين البيئيين. يعني اليوم مش بس النيابة العامة، كمان في كل الضوابط العدلية اللي على الأرض، المخافر هن اللي لازم يتحركوا. نحن وقت علينا الصوت كانت وقتها شفنا المجزرة بالردميات بالمجرى النهر كيف ردموا واستقربوا وكبون هونيك وغيروا طبيعة الأرض. هلأ صار في مشكلة تانية وهي التشقق وهي سلامة الناس اللي فوق. وأنا من أول ما بلشنا هاي الحملة أنا قلت بموضوع السد أنا خلي الخبراء يحكوا، أنا ما رح أعالج هيدا الموضوع، خلينا نعالج موضوع اللي تحته. وقتها ما كان في اللي عم نشوفه اليوم من تشقق ومن احتيال على التشقق من تكحيل يعني حائط مشقوق قاموا كحلوه وكأنه عم نتخبى وراء أصبعنا. ما عنا ملجأ إلا القضاء وما عنا حل إلا لنلجأ للقضاء.
أرسلت وزارة الاقتصاد إلى وزارة الداخلية والبلديات لائحة بأسماء البلديات غير المتعاونة معها فيما يتعلق بموضوع مراقبة المولدات الكهربائية، متمنية عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق البلديات المخالفة للقوانين وإحالة كل من يتولى السلطة التنفيذية فيها إلى الهيئة التأديبية الخاصة. والبلديات غير المتعاونة هي التالية: أنطلياس، النقاش، بيت الشعار، الفنار، الدكويني، دبي، جل الديب، أرنت شهوين، ظهر الصوانز ومكايل، نهر إبراهيم، بقعاتة، سبلين، عرمون، بحمدون، بشمون، عيتة، طرابلس، طنبوريت، كفر جرة، درب السيم، صور، صيدا، الهلالية. حياتيا أيضا تصريف التفاح يتأزم، ومليون ومئتا ألف صندوق لا يزالون في البرادات في جبة بشري. مروان الأدوم والتفاصيل. عود على بدء أزمة التفاح التي لم تخرج من الواجهة تستفحل اليوم مجددا. برادات لم تصرف أي إنتاج لا سيولة مع المزارع لمتابعة الكلف كما يقولون، أي الاهتمام ببساتينهم، والأسواق مفتوحة على مصراعيها للتفاح الأجنبي. المزارع اللبناني أصبح يدرك أن لا حلول ولا إرادة للحل من قبل المعنيين لإنتاج هذا القطاع. رئيس اتحاد بلدية بشري ورئيس بلدية كفرة إلي مخلوف المطلع على معاناة مزارعي لبنان ومنطقة جبة بشري بشكل خاص أكد لصوت لبنان أنه من الضروري إنقاذ قطاع زراعة التفاح في لبنان قبل فوات الأوان. أغلبية أهلنا بعيشوا من هالتفاحة من القطاع الزراعي، ولحديث هلأ كل تفاح المنطقة يلي تقريبا منطقتنا بتنتج حوالي 1,200,000 صندوق بعدهم أغلبيتهم مكدسين بالبرادات. وعم نتفاجأ أنه اليوم بدل ما ينحمى هالمزارع وينحمى هالتاجر، عم نتفاجأ أنه في تفاح أجنبي عم بيفوت على الأراضي اللبنانية، يلي هيدا عم بيضرب القطاع الزراعي التفاح نهائيا. يعني بعد شوية تانية التفاحة بتصير تتبن، بتبطل تنباع، هالبضاعة كلها بتنهدر. كان هيك نحن بنعلي الصوت ونطلب من معالي وزير الزراعة انه يمنع استيراد تفاح اجنبي من برا، وتنفتح افق لتصدير التفاح اللبناني لبرا، لانه يعني عرفنا في معابر عم تفتح. بلش الدولة تفكر كيف هالمزارع، يا اما صدقني رح يصير في هجرة داخلية، يعني الناس رح تترك أرياف وتترك رزقها وتترك زبالة وينزلوا على المدن، يلي كمان رح تشكل مشكلة أكبر وأكبر. من جابي سمعان رئيس عونيات التفاح مرورا بصرخات كثيرة وصولا إلى صرخة رئيس اتحاد بلدية بشري إلي مخلوف: المشكلة واحدة، المعني واحد، والحلول لا تلوح في الأفق، منذرة ببداية نهاية ثمرة لبنان الأولى التفاحة. مروان قدوم، صوت لبنان. الحكومة تنتظر بعد الفاصل. في معشات المساء اليوم الاثنين، ما هي دواعي تأليف حكومة اختصاصيين؟ وهل من مخاطر اقتصادية وأمنية جدية على لبنان؟ الجواب مع الوزير السابق إلي ماروني. معشات المساء من صوت لبنان بعد نشرة 5:15. إعداد مديرية الأخبار، تقديم دعاء حمص فرح. الجو الحكومي غير واضح، وحركة اللقاءات متواصلة بعيدا عن الإعلام، وتردد في الوساطات الجارية، تحرك يقوم به المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي سيلتقي غدا أعضاء اللقاء التشاوري. في هذا الوقت علمت صوت لبنان أنه إذا كان هناك من لقاء للحريري مع أعضاء اللقاء التشاوري فأنه سيكون في بيت الوسط، إلا أنه حتى الساعة ليس من توجه في هذا الصدد. رئيس الجمهورية ميشيل عون أشار إلى أن هناك الكثير من المشاريع التي تصب لمصلحة البلد سنبدأ العمل بها فورا مع تشكيل الحكومة. رئيس المجلس النيابي نبيه بري انتقد تشدد الحريري غير المبرر، مقترحا عليه أن يقيل النواب من المجلس ما دام لا يعترف بهم أو أن يهجرهم خارج البلاد حسب قوله، وأضاف: ما أستطيع أن أقوله اليوم هو خلص الكلام، ملأنا صفحات الجرائد والإعلام بالكلام،
لم نترك شيئاً وقلناه، ولا دعوة إلى التنبه والحذر مما نحن فيه من مخاطر إلا وأطلقناها، بحيث لم يعد هناك شيء لنقوله، فليقلعوا شوكهم بأيديهم. ومن المقرر أن يعقد اللقاء التشاوري للنواب السنة اجتماعاً بعد ظهر اليوم لاتخاذ موقف من المطروح حكومياً. وقد اعتبر النائب عبد الرحيم مراد في حديث لإذاعتنا أن الواجب يفرض على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أن يستقبلهم كلقاء تشاوري. ما حدا عرض علينا أي مبادرة حتى الرئيس عون أبدا. الآن بدأ تنازلات من الكل، منا ومن الرئيس الحريري ومنكم ومن هذا اللي قالوا، بس ما في صيغة. فيما لو كان المرشح للتوزير نجلة بتكون عم تتمثل كلقاء تشاوري؟ هلا نحن بالمبدا هلا مش انه يعني مجرد كلمه يعني بتوري لي، يعني دون شك انه اي واحد من هاي اذا عيننا نحن اي واحد بكون مثلنا جميعا وبكون معنا باللقاء التشاوري. لكن الاهم لا يعني حتى الان عم يتردد الرئيس الحريري وبيستقبلوا ما بيستقبلوا بالمبدا هاي ما بيجوز. النائب ماريو عون اشار في حديث لاذاعتنا ايضا الى ان هناك تفاؤلا حذرا من قبل وزير الخارجيه جبران باسيل فيما خص تشكيل الحكومة، آملاً أن تشكل قبل نهاية السنة. تدخل رئيس الجمهورية إجا كخطوة مهمة جداً وقد تكون نهائية، نظراً طبعاً لفشل كل المساعي اللي انعملت قبل الخطوة هذه لتأديب الحكومة. بقى ما بيتدخل رئيس الجمهورية بخطوة غير مدروسة، وأنه تكون بالواقع مبنية على قدراته أنه يقدر يحلحل بعض الأمور، ونحن رح نشهد هالشيء إن الله رات نتائج إيجابية. وطبعاً نحن مضلنا حذرين حول هذا الموضوع، بس ولكن التفاؤل هو الغالب حالياً خليني أقول. النائب بلال عبد الله غرد عبر تويتر وقال: كم نتمنى أن تتوقف التصريحات والتسريبات والوعود عن قرب الولادة الحكومية من هذا الطرف أو ذاك، لأن السبق الإعلامي في هذا الموضوع يساوي الصفر، فلسنا في حالة وطنية تشبه جبلا ولا نريد المولود فأرا. نائب تيمور جملاطي أكد المضي في متابعة الخطة الاقتصادية التي وضعها الحزب التقدمي والاشتراكي وإعادة ثقة المواطنين بوطنهم. يرى متى شدد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط على أن مسؤولية السياسيين إعادة الأمل والثقة للشعب اللبناني بالدولة اللبنانية. كلام جنبلاط جاء خلال إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لصحيفة الأنباء والتطبيق الهاتفي الخاص به، بحضور عدد من الوزراء والنواب وشخصيات سياسية وإعلامية. أطلقنا في الحزب التقدمي الاشتراكي وثيقة اقتصادية تقترح حلولاً علمية ليس سياسية لهذه المشاكل، ونحن نصر على متابعتها حتى تحقيق نتائج ملموسة لاستعادة ثقة المواطنين بوطنهم. مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس أكد التمسك بحرية الرأي والتعبير ولكن بمسؤولية. ليس صحيحا أن ممارسة السياسة بأخلاق هو خيار مستحيل، وليس صحيحا أن ممارسة الإعلام بأخلاق أيضا هو من المهمات المستحيلة، بل المستحيل هو أن نبث فلسفة الحقد والكراهية والبغضاء في أوساط شبابنا وشاباتنا الذين صار التواصل الاجتماعي أحد أبرز مكونات حياتهم الثقافية إذا صح التعبير بعد تراجع الكتاب والصحيفة والموسوعة الورقية. هذا وتخلل اللقاء عرض فيلم وثائقي عن صحيفة الأنباء ومسيرتها على مر 70 عاما، وتم تكريم رؤساء تحرير الصحيفة السابقين في حقبة الراحل كمال جنبلاط. يارا متى، صوت لبنان. جنوبا سجل استنفار للجيش وقوات اليونيفيل في بلدة ميس الجبل بعد تركيب القوات الإسرائيلية أسلاكا شائكة بطول حوالي 200 متر على طول الخط الأزرق. وكان الجيش اللبناني قد اعترض على نقاط عدة زرعها فيها الجيش الإسرائيلي الأسلاك الشائكة في كروم الشراقي في ميس الجبل. إلى ذلك رفع الجيش الإسرائيلي منطادا فوق الحدود مقابل بلدة كفركلة، حيث يتم نقل الآليات التي تم استخدامها في حفر الأنفاق من مكان إلى آخر مقابل البلدة. ملف الأنفاق مطروح أمام مجلس الأمن الأربعاء، أي تداعيات داخلية؟ مجدولين عيد.
تحط قضية أنفاق حزب الله الأربعاء على طاولة مجلس الأمن الدولي. الجلسة ستعقد بطلب من الولايات المتحدة، وتقدم فيها إسرائيل معلومات عن انتهاك سيادتها ومخالفة قرار مجلس الأمن 1701. في المقابل يشارك لبنان الذي تقدم بشكوى ضد إسرائيل عن الخرقات المتكررة. مدير مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية دكتور سامي نادر اعتبر أن إسرائيل تحاول جر لبنان ليكون ساحة صراع بديلة. 17-01 هو قرار بيحمي لبنان قبل أي شيء آخر، خاصة يعني في ظل الصراع اللي قائم بالمنطقة ومحاولة جره تكون ساحة صراع. ومن هون يعني في ضرورة أنه لبنان الرسمي يلتزم بتنفيذ هالقرار وكل القرارات الدولية بحذافيرها، لأنه هيدي أولا اجت لمصلحته. اليوم القانون بيحمي الفريق الأضعف بالمعادة مش الفريق الأقوى. هلأ بالطريقة اللي تعالجت فيها مسألة الأنفاق، يعني كان في مقاربة بالحكومة منا مناسبة. حينما نكرت بالأول وجود أنفاق اجت القوة الدولية لا، قالت أنه في أنفاق. إذن كان يجب مقاربة مختلفة حول هذا الموضوع، يمكن التشديد على الفروقات من الجهة الإسرائيلية أكثر من عملية رفض وقائع اجت أقر في الطرف الثالث. أمام كل الضغوط الخارجية والداخلية المطلوب التمسك والالتزام بالقرارات الدولية. مجدلين عيد، صوت لبنان. تعرض الصيدلي فادي هويدي مع ابنه موسى فجر اليوم إلى اعتداء بالضرب العصي وطعن بالسكاكين من قبل شخصين أمام مسجد الرفاعي في سور، وتم نقلهما إلى المستشفى للمعالجة. وتمكنت شعبة المعلومات من توقيف الفاعلين وهما اللبناني قافاسين والتونسي عين ضاد، وقد تم تسليمهما إلى فصيلة درك سور للتحقيق معهما ومعرفة الأسباب بإشراف القضاء المختص. عثر عمال فرز النفايات في معمل معالجة النفايات جنوب مدينة صيدا على جثة طفل حديث الولادة. ألقى مجهول قنبلة يدوية قرب مكتب حركة فتح في مخيم الميومي، وأعقب ذلك إطلاق نار من قبل حراس المكتب. في أخبارنا الدولية، قتل 9 أشخاص في تفجير سيارة في عفرين قرب الحدود التركية. حذرت وزارة الخارجية الإيرانية من أن أي عملية عسكرية تركية في سوريا من دون التنسيق مع دمشق ستؤثر على نتائج مباحثات أستانا بشأن السلام في سوريا. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قال إن أي عملية عسكرية تركية في سوريا يجب أن تكون بطلب من الحكومة السورية وبتنسيق معها، مؤكدا أنه لا يمكن لأي دولة شن أي عملية على الأراضي السورية من دون استئذان الحكومة السورية. ومن المتوقع أن يدخل وقف إطلاق النار في الحديدة اليمنية حيز التنفيذ غدا، وأعلنت الخارجية الإيرانية دعمها محادثات السويد بشأن اليمن، مبدية استعدادها للمساهمة بإحداث تحول كبير في البلاد. دعا رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني إلى وضع ميزانية بلاده للعام الجديد الذي يبدأ في 21 من أذار المقبل على أساس قطع الاعتماد على النفط، وشدد على أن الميزانية في ظروف الحظر ومن الضروري أن يتم الاهتمام ببعض المواضيع. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو تعارض بشكل قطعي انهيار معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى. من المتوقع أن تحذر رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي اليوم النواب البريطانيين في خلال خطاب أمام مجلس العموم من مغبة تأييد إجراء استفتاء ثان على قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي، باعتبار أن ذلك سيصيب السياسة البريطانية بضرر لا يمكن إصلاحه. انفجرت شحنة ناسفة قرب مبنى محطة تلفزيون سكاي تي في في العاصمة اليونانية أثينا في ساعة مبكرة من صباح اليوم، ما أدى إلى تحطم النوافذ ووقوع أضرار جسيمة بالمبنى. وأشارت المعلومات إلى أن الشحنة كانت تحتوي على حوالي 5 كيلوغرامات من المواد المتفجرة ووضعت في زقاق ضيق قرب المبنى. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ الجو متقلب مع احتمال تساقط بعض الأمطار المحلية خصوصا قبل الظهر واستقرار في درجات الحرارة.
كان في هذه النشرة فضائح التلوث من مياه نهر الليطاني إلى كبيس اللفت. إحالة 7 مؤسسات إلى النيابة العامة الاستئنافية لأخذ الإجراءات اللازمة بالمخالفين والتجار الذين يوزعون مادة رودامين بي الممنوعة. ورئيس الكتائب يثير مسألة تلوث الهواء في لبنان. وزارة الاقتصاد تشتكي من عدم تعاون البلديات في مراقبة المولدات وأزمة في تصريف التفاح. حوالي 1,200,000 صندوق كدسين بالبرادات، وعم نتفاجأ أنه اليوم في تفاح أجنبي عم بيفوت على الأراضي اللبنانية. ترقب اللقاء بين عون والحريري واللقاء التشاوري على مواقفه، ويؤكد أن أي مبادرة لا تقر بحق اللقاء المشاركة في الحكومة لن يكتب لها النجاح. الحديدة أمام اختبار وقف إطلاق النار غدا. من صوت لبنان قدمنا نشرة للأخبار.